مرحبا حبيباتي، أهلا وسهلا فيكم بصفحتي وأهلا وسهلا بلبنان. بالفيديو الماضي طلعنا بتلفريك بمنطقة جونية، طلعنا لفوق لحد تمثال سيدة مريم Our Lady of Lebanon. شفنا مناظر حلوة كتير كتير ما بتشوفوها بولا محل. عرفنا شو قصة المكان، واليوم بدنا نكمل المشوار. بدنا نروح سوا بمغارة جعيتا ومدينة حلوة كتير اسمها باترون. اوكي، خلصنا من جونية، هلا رايحين سوا بمغارة جعيتا. وعلى الطريق لك شو شفت؟ بما انه بهيدي المنطقة كلهم مسيحيين فعاملين هيك تماثيل وعارضينهم هون. هون وصلنا على المغارة، صفينا برا وجينا هون من هون المدخل. جبنا التيكت من هون، كل شخص 133. ايه صح، نطلع على الترين ونروح على المغارة لفوق. على أساس أول شي نجي على جعيتا وبعدين نكمل على جبال، بس شفنا أوكي نحن قراب على جبال فأول شي رحنا لهونيك ورجعنا جينا على المغارة. في يعني درجة الحرارة يمكن تختلف شي 15 درجة أو 10، ما بعرف قد لكم طالع بالصورة. في سقعة عن جد. يلا هلا مشينا. جلدت. ما طعمت
غارتين هون، واحدة العليا واحدة السفلى، يعني اثنين. هلا هون العليا. هون العليا. غارة العليا بتجنن. هلا ما بقدر احكي، برجع بقول لكم شو شفت كيف كان. هلا رجعنا على الترين ونازلين على مغارة السفلى تحتين. المغارة السفلى هلا هودي المغارتين مفتوحين على بعض، يعني في طريق على بعضهم، بس الناس العادي ما فيهم يمشوا فيه. فوق مشي، هون بيمشوا على الزورق، فبتحسيهم اثنين مفصولين عن بعض، بس هن بالفعل connected. من بیلی تا رو بگیم أجمل أعظم شيء ممكن تتخيله بالحياة. مغارة بتجنن. أول شيء مغارة العليا، مية الكلسية هيك بتنزل من فوق الجبل لجوا، بتفوت على المغارة، بتشكل أشكال ما بينوصفوا، ما في شيء عن جد. شفت جمال مش طبيعي. وصفنا كتير اشياء جوا بالمغارة. كل سنت من هودي العواميد ليتشكلوا ليتكونوا بدون 100,000 سنة. تخيلوا، شايفين مثلا عمود طوله 26 متر، كم سنة بده وقت ليتكون؟ وشي ما فيني اوصف اصلا. خلاص بس تشوفوا الفيديو. وبعد المغارة العليا نزلنا لتحت على مغارة السفلى. بمغارة العليا شفنا عمود، بس تحطي هيك ايدك عليها بتعطي نغمة حلوة. شفنا اكبر حجرة هيك كلسية. قد ايه عمرها؟ 8,000 سنة. 8,000 سنة. ومغارة طبعا هي كبيرة، بس ما فيك تفوتي لجوا لانه ما في اكسجين، فما في ناس العادي يفوتوا لهونيك. مغارة السفلى اللي هون كلها ماء، يعني بتفوتي بتقعدي بالبوت، بيمشوا بالبوت، حدك مارق هيك ماء قوي كتير. بدي خليكم تكونوا بالموقف معي. نازلين عن الدرج، بتنزلوا بتسمعوا صوت ماء كتير قوي. تخيلوا كيف مغارة مسكرة،
بتطلع صوت عالي، مي ماشي من هونيك بيعطي صوت مش طبيعي. بتفوتي بتشوفي في مي على ايدك الشمال، مي كتير قوي ماشي، مي هادي صافي على مهلو على ايدك اليمين، حاطين كم بوت سونيك. بتكملي لقدام شوي، مي هادي، درجة الحرارة داخل المغارة بالشتاء بالصيف هي 16 درجة ودرجة حرارة المي هي 13 درجة. وشو كمان، وكتير هي طويلة 7000 متر قال لي، بس لأنه كتير ضيق ما بيقدروا يفوتوا البوتس لجوا، فبس هيك بيعملوا برمي صغيرة وبيرجعوا. هلأ في شغلة جديدة، في مغارة ثالثة يعني العليا السفلى، في وحدة تحتها اكتشفوها ب 2018. اكتشفوا اول شيء 250 متر منا، لحديت هلا صاروا 850 متر، يعني اكتشفوا 850 متر، بس ما حدا في ينزل عليها لانه كله ماي، ما في اكسجين، في جليد، بس للدايفنج وهالاشياء بيروحوا بينزلوا لهونيك المتحرفين. ما فيني اشرح اصلا شو شفت، بحط الفيديو بتشوفوه، ان شاء الله انتو كمان بتنبسطوا. هاي هي السفرة خلصناها هون، بس في بترون بدنا نكمل على بترون، قلت لكم من بيروت بدنا نطلع هيك شوي شوي لفوق نكفي المشوار. يلا معي على البترون. وجبنا هيدي من هون، هيدي كل المغارة شفتوا فوق جبل كله خضار، هاو هني جبال. هون المغارة اللي رحنا عليه مغارة العليا، هيدي مغارة السفلى. شفتوا فيها سامعين صوت الماي، في كم نبق هون، بيجي الماي بيتجمعوا كلهم حد بعض بيصير مثل نهر كبير وبينزلوا على نهر ثاني، واخر اخر شيء بينزلوا على بيروت. ناس بيروت عم يشربوا من هيدي المي. بيروت هي بوسط لبنان وعقيدكم الشمال يعني على الغرب. اذا بتروحي على خط الساحلي خط البحري لفوق بتوصلي على جونية جبال وبتكفي هيك لفوق لتوصلي لطرابلس، واذا بتكفي لجنوب لتحت بتشوفي صيدا سور، وبتكفي لجنوب لبنان. كل طريق عنده جماله الخاص. مرة رح جرب اطلع من بيروت عشمال، مرة رح جرب انزل من بيروت عجنوب وتشوفوا الجمال، اكيد كلهم حلوين يعني صراحة ما فيك تقولي اي واحد احلى. هلأ طالعين صوب الشمال، فاول شي رحنا عجونية، رجعنا رحنا عجبال،
وبعدها هلأ هون مدينة اسمها باترون، كتير حلوة يعني، جمال جمال جمال. هلأ انتو كمان بتشوفوا، فهاي هي، خلينا نشوف كيف باترون. So هون كنيسة، كنيسة سيدة في البحر، وهي حلوة وفيها فيو بجنن. مدينة ساحلية، فمثل ما شايفين على شاطئ البحر كلها كافيات و... لكو شو شفت، لكو الحجار شو حلوين. لقيت كم وحدة، لكو الألوان حتى الصغار كمان. لكو شو حلوين، لكو الصغار، لكو الألوان، شكلهم حتى. مثل جرانيت.
في قعدات كتيرة هون على الباترون، وصراحة يعني فكرة كتير رائعة انه عاملين هيك قعدات فيو على البحر. جينا هون بدنا نجرب. حبيت خبركم الاسعار كمان. الفتوش ب 145، بطاطا حرة، وفي يعني فينا نشوف بالمنيو في كذا كذا شغلة، مثلا عنا سلطات فتوش 145، جريك سالاد كل شيء 200 260 280. يعني بالنسبة للمدينة الساحلية هيك بحسهم أسعارهم منيح. خلينا نجرب. بدي بلش ببطاطا حلوة. طيبة كتير. هيدي فتوش. ما بدها حدا يدوق الفتوش، يعني كلنا بنعرف فتوش كتير طيبة. هاي هي فيديو من بيروت ع صوب الشمال. شفنا جونية، جبال، وباترون. ان شاء الله انبسطتوا. انتبهوا على حالكم. باي.